يعطيكم العافية يا سادس. كمان اليوم بدنا نعطي positive and negative integers. integers هون أعداد الصحيحة السالبة والموجبة. integers هون معناها الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة. من نعمل يمس هون، إحنا كنا نعرف إنه الإشارات لما تكون مختلفة يمس، إشارات لما تكون، خلينا نراجع شوي الإشارات مع بعض يمس. موجب زائد موجب شو بيعطيني؟ موجب، تمام؟ سالب زائد سالب شو بيعطيني؟ سالب، وبجمع طبعا. لما تكون يمس الإشارات مختلفة بالجمع بطرح الكبير من الصغير وبضع إشارتي الأكبر، هذا الإشي أخذناه. طيب هون يمس سالب 2069 subtract 47. هسا مس هون ناقص الإشارة الناقص لمين؟ للسبعة وأربعين. هاي الموجب ما بتأثر ولا بتزيد، يعني هو العدد فعليا هيك سالب 269 زائد ناقص، دائما قبل الناقص شو كنا نحط؟ زائد ناقص سبعة وأربعين. هسا عندي إشارة 269 سالب، وهاي إشارتها يا مس ماذا؟ سالب. سالب زائد سالب شو حكينا؟ سالب زائد سالب سالب. و 269 زائد 47 يا مس بيطلع عندي هون 316. 316 هون 615 ناقص ناقص، الناقص والناقص احنا بنعرف يا مس انها شو بيصيروا مع بعض؟ زائد. 615 plus 917 بيطلع الجواب يا مس لما تجمع هذا العدد مع هذا العدد بيطلع 1530. طيب هون يا مس الناقص والناقص هون مع بعضهم شو بيصيروا؟ زائد. فبعمل هون مس اد للنمبر 387 plus 850، لما نجمعهم مع بعض او تحت بعض يا مس بيعطوني 1237. هون سالب 66 هون 66 بلس سالب 34، هاي الإشارة السالب لل 34 اللي هون الموجب لا بتقدم ولا بتأخر، ما بتأثر يمس. سالب زائد سالب يمس هون شو يساوي؟ سالب. و 66 زائد 3 كم؟ زائد 34 عفوا، زائد 34 يساوي 100. طيب هون سالب 550 ناقص 97، يعني سالب 505 بلس سالب 97. سالب زائد سالب سالب وبجمع 505 زائد 97 600، سالب 602. سالب 602 هون سالب 19 يا مس، دائما حكينا انه هنا عندي السالب مع السالب شو بصيروا؟ موجب. موجب بصير سالب 19 زائد 800، الإشارات مختلفة بطرح والإشارة للعدد الأكبر. 800 subtract 19781، والإشارة العدد الكبير هو 800، بيكون إشارته هون يمس إيش؟ موجب. طيب عندي هون شو بحكي للسؤال؟ write the difference between negative integers. ناخد القيمة هون والقيمة هون من التدريج ونعمل لهم subtract. difference يعني الفرق، الفرق. طيب نشوف هون التدريج يمس شو قيمته. طلعوا معي، هو بنزل نزول، سالب 10 سالب 20 سالب 21 سالب 22 سالب 23 سالب 24. هون عندي أنا سالب 5 وعشرين، طيب هون يا مس كم؟ تحت السالب 10 بواحد شايفينه، يعني سالب 11. هسا يا مس سالب 25 ناقص، خلينا نحكي ان انجلش لانه ماث، سالب 25 ناقص سالب 11. هون الناقص والناقص مس احنا بنعرف انهم شو بيصيروا؟ جمع. طيب كيف بتصير المسألة يا مس؟ كيف بتصير؟
سالب 25 زائد كم؟ 11. الإشارات المختلفة بطرح والإشارة للعد الأكبر 25 subtract 11 بيعطيني 14. شو الإشارة العد الأكبر؟ سالب. هون قراءة التدريج كم يمس؟ سالب 15، سالب 16، 17، سالب 18. هون سالب 18، وهون يمس سالب 30، سالب هون 35، 36، 37، 38، سالب 38. طيب بدنا نوجد الفرق بيناتهم يا مس. سالب 38 سبستراكت سالب هون عندي نيجاتيف سبستراكت نيجاتيف 18. هون وهون هدول يا مس بيصيروا ايش؟ بلس. نيجاتيف 38 بلس 18 اشارات مختلفه بطرح والاشاره للعدد الاكبر 38 subtract 18 بيعطيني يمس هون كم؟ 20. إشارة العدد الكبير إيش هون عندي؟ نيجاتيف. طيب هون نيجاتيف، تمام. هون عندي قراءة التدريج هون كم؟ سالب 40 أو نيجاتيف 40، نيجاتيف 40. وهون يمس نيجاتيف 15 حتى أوجد الفرق بيناتهم. نيجاتيف 40 سبستراكت نيجاتيف 15، هدول التنتين بصيروا مع بعض بلس. الإشارات مختلفة، هاي إشارتها سالبة وهاي صارت إشارتها بوزيتيف، فبطرح الإشارة للعدد الأكبر 40 سبستراكت 15 بيعطيني يمس 25، والإشارة مالها نيجاتيف. الإشارة نيجاتيف، بوزيتيف يعني موجب، ونيجاتيف معناها سالب، نيجاتيف معناها سالب. وحكينا لما تكون الإشارات مختلفة للأعداد بطرح الكبير من الصغير وباخد إشارة العدد الأكبر يا رابع يا سادس. يعطيكم ألف عافية.